برضو واحد قاعد مطالبا لجون في مرقس يقول، يقول في مجلة مرقس ان احد اللاهوتيين الارثوذكس يقول ان الصليب كان ضرورة للطبيعة البشرية وليس لإرضاء العدل الإلهي. المدرسة دي نفسها في عضو اخر معاها ينكر العدل الإلهي، وبرضو في الكلام عن تفسير الرسالة الى روميا في انكار للعدل الإلهي، وفي مجلة مرقس في انكار للعدل الإلهي. دائما الذين يخطئون ويخافون العدل ان يقتص منهم يحاربون العدل حتى عند الله نفسه. العنصر الثالث موجود في لندن برضو، ليه كتاب اسمه العدالة الإلهية، يحارب فيها العدالة الإلهية ويحارب كل عقوبة لله، ويقول إن الله في عقوبته عبارة عن إله سادي. مرض السادية في علم النفس يعني الذين يتلذذون بآلام الآخرين، فربنا ده إله سادي يتلذذ بآلام الناس. نوبة أبقى أكلمكم على العدل الإلهي، وهاخد معايا الورقة اللي انتوا بعتينها لي، مع ان غالبا عندي المجلة دي اللي فيها الكلام ده، لكن كويس ان اللي بعت لي مخطط حاجات